اللي هي كانت حصلت يوم الاحد بتاعت امبارح دي؟ اه لا 70 واحد 50 واحد ايه ده تهريج ده. احنا كنا اكتر حوالي من 7 8000 واحد. ليه 7 8000 واحد؟ هل كنت تشعر وانت موجود ان هناك دافع قوي خلى السبع 8000 واحد دول يخرجوا؟ طبيعي كان في دافع، واكبر دليل ان هم كانوا 7 8000 ان كان في اكتر من حوالي 18 عربيه عربيه بوليس موجوده في الموقع. طب ليه كان عربيه بوليس فيها نفرين؟ اه فمعقوله يعني هيجي 36 ضابط بوليس على 70 واحد؟ ما بتحصلش طبعا، ده تهريج ده يعني. طيب لا احنا كنا اصل احنا جبنا حوالي اعلام توزعت امبارح حوالي 5000 علم، نصهم ما يقدروش ياخدوا الاعلام يعني. وزعنا ال 5000 وكان في ناس ثانيه اديهم 5000 تانيين. احنا فوجئنا بالاعداد الكبيره اللي كانت دي. طب تفسر بايه خروج الناس كلها للمظاهرات يا استاذ موريس؟ يا استاذ باشمهندس نبيل انا اسف. هو طبعا هناك دافع اساسي هو يرجع له الفضل. الحقيقه ان الناس دي كلها قدرت انها تتجمع وتيجي بتلقائيه. يعني المظاهره دي تمت امبارح الحد 10 يناير. الشهداء بتوعنا بتوع ناجي حمادي انضربوا يوم 6 مساء بالليل، يعني في خلال يومين دول اتجمعوا وجم من كل ولايه كاليفورنيا وبعضهم جم من اريزونا. اه الحقيقه البطل اللي قدر يجمع هذا العدد الكبير، هذا البطل برغم احنا بنحاربه ورايحين عشان نحاربه، لكن هو السبب في وجود هذه الاعداد الغفيره اللي جت. البطل ده اسمه الاضطهاد. الاضطهاد اللي واقع على المسيحيين في مصر وزاد عن حده، هو ده اللي خلى الناس في الاخر يعني تيجي بكل مشاعرها وبكل احاسيسها وبكل وجدانها. كانت الراجل بيجي ومعاه زوجته ومعاه اولاده. ستات كبيره امبارح كانت واقفه، انا شفت امبارح سيدات في المظاهره عدوا السبعين والخمسة والسبعين سنة كانوا موجودين واقفين معانا. أي والكل الحقيقة يعني منفعل، لأن الاضطهاد اللي بيمارس النهاردة على الأباط في مصر الحقيقة فاق حده. يعني احنا لو ما احناش عايشينه مش هنصدقه. يعني احنا بنعيش في زمن لو جم مثلا أجيال بعدينا سمعوا عليه اقول لك مش ممكن في ناس توصل لهذه السفاله وهذا الانحطاط ان تعامل بشر بهذه المعامله. ما حدش هيصدق. وبعدين بتحججوا بقى باي حجه. اي حجه بتحججوا بيها. قال لك بنت قال ايه عمرها 12 سنه. مره قالوا 18، مره قالوا 20. قال لك 12 سنه. معلش يا استاذ باشمهندس، أنا عايز بس أضيف لحضرتك على 20. لما استضافوا مايكل منير في أحد الفضائيات قال لك لا الفيديو موجود على يوتيوب واللي عايز يروح يشوفه، ده بنت كبيرة وكانت رايحة برضاها وفي أثناء تسجيل كانت بتتلذذ. آه طبعًا. وبعدين بقيلة أيضًا إن ابن عمها هو اللي كان نايم معاها، ما كانش واحد من بره. نمرة ثلاثة. هي المشكلة النهاردة مش ان واحد نام مع واحده، لا مؤاخذه، المشكله ان هو مسيحي. يعني ما فيش مانع ان يكون مسلما ويفعل ما هو عايز معاها، بس هي المشكله بالنسبه لهم انه مسيحي او قيل عليه انه مسيحي، واخد بالك؟ ورغم ان التحاليل المبدئيه من المعمل الجنائي اثبتت عدم صحه العينه اللي اخذت من البنت للدي ان ايه. ما كل ما انا بقول لسيادتك احنا عايشين النهارده في عهد ظلم. عهد ما بقاش فرق، عهد بقى متوحش بطريقه انه اصبح يتلذذ. اولا انا من فرشوط. اه وفرشوط دي جنب ناجي حمادي، بيننا وبينهم
حوالي ربع ساعة بالعربية وبأجورة جنبينا، وليه أسرة وليه معارف وليه قرايب موجودين في فرزوت وفي بهجورة وفي نجا حمادي. أيوه. واخد بالك؟ هذا الواقعة حصل في فرزوت؟ أه حصل في فرزوت، أه ما أنا عارف في فرزوت، والناس كلها عارفة في فرزوت. أه. واخد بالك؟ لكن الحقيقة هي عملية تلكيك. أه. وبعدين ما حدش بيقول إن واحد غلط مثلا يعني. مثلا يعني، على فرض إن العالم دي ما بتكذبش. وعلى فرض ان العالم دي عالم صادقه، ايه ذنب اللي حصل؟ الله، طب ما كل يوم كل يوم يوميا، هات لي يوم في الاسبوع ما فيش بنت واثنين وثلاثه ما بتخطبش. مسيحيه تقصد؟ مسيحيه طبعا، امال مسلمه؟ ما ده مطلق اصله. الله، ما فيش في يوم من اسعاده البيت ما فيش بنت ما بتخطبش. ما فيش يوم ما فيش واحد ما يعني يطلعوا ايماناته في مصر، ما بتحصلش. طيب مهندس نبيل. نعم. بعت لكم بيان باسم المنظمه بتاعتي بحرق العلم المصري، هل هناك حد قام بحرق العلم المصري؟ لا الحقيقه ما حرقناش العلم المصري. لا. طيب كانت في ناس بتعترض ليه انا بحرق العلم المصري؟ لان قلبي من جوايا محروق، فانا عايز احرق العلم المصري عشان هذا. هو الحقيقه شوف يعني احنا، انت لو قلت لي مثلا يتم حرق المسؤولين اقول لك يا بكره يا رب، ندعي نقول يا رب تنزل عليهم شوطه كلهم، لكن العالم ما هو رمزي لكم ليه يعني، واخد بالك؟ بس انا كابت انا مش موجود فيه، انا كابت تكوين العلم المصري، انا كابت مش موجود جوه العلم المصري، ودلوقتي لما نسال الاستاذ موريس صادق هيجاوب عشان الموضوع ده. ما انا مش موجود فيه فعلا. وطبعا انا علم بلدي انا اعتز بيه لما اكون انا موجود فيه، انا في مكوناته، لا انا في مكونات الدستور ولا انا في مكونات العلم ولا انا في مكونات الفكر. هو شوف حضرتك، هي عشان كده اللي انت بتقول كله ده، دي الاسباب اللي خدت امبارح الوف. وانا امبارح الحقيقه كلمت السفاره المصريه في الصبح، قلت لهم احنا في مظاهره هتقوم كيت وكيت 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 وكيت، وبالليل احد المسؤولين اتصل بيا مع الرقم اللي موجود وكده، قلت له ان يجي حوالي 7-8 آلاف واحد النهارده ييجوا، دي علامه مش كويسه. قلت له دي مش دي علامه ان خلاص الناس زهقت وضغط، لان المسيحي عندنا بيضطهد من يوم ميلاده. يعني اول ما ابتدي واد يبقى عمره 5 سنين وعايز يخش مدرسه، امه تبتدي تلف بيه، وكل ناظر يلاقي اسمه شنوده ولا جرجس ولا مرقص ولا حنة، مفيش، وتقعد تشيلها على ايديها وتلف بيه لحد ما يجي في الاخر ناظر ما يعرفش يفرق بين شنوده ومحمد، مش فاهمها، مش عارف يقراها، يقبله. وخد عندك بعد كده بقى ايه، يخش الثانوي، بعد كده يخش جامعه، وبعد كده ما يجيبش تقدير في الجامعه. لا استنى ما تعينش يا نبيل بيه، يا نبيل بيه. الحقيقه النهارده كان في برنامج شفته مسجل، وجهه نظر كان بيقدمه المذيع الاستاذ عبد اللطيف، وكان قاعد يعني انا اسف يعني مش فاكر اسم الاستاذ الصحفي، لكن بيقول لك ايه، ان المسيحي اصبح يسمى في الجامعات بسي اتش، سي اتش اللي هي اختصار كريستيان، دي اتش سي از ان كات، سي اتش يعني. شوف اقول لك على حاجه، خلينا نتكلم اكثر صراحه، وجوز ابو الغرق الحقيقه، انت عايز ناس بتؤمن برضاعه الكبير وبول الرسول، هيكون من ايه رد فعلهم غير هذه التفاهات؟ مش ممكن يكون احسن من كده، لا تنتظر منهم. واللي بيكتب النهارده كلمه في حق الاباط هو اساسا ما هوش معترف بالكلام السفيه ده. وايه ده؟ طب يا استاذ نبيل ابقى معنا لحد ما نشوف الاستاذ موريس هيقول ايه. انت سمعت كلام المهندس نبيل بساده، انت ايه رايك من وجهه نظرك كناشط حقوقي
وبتدافع عن الأقليات من أكثر من 20 سنة. الباشمهندس نبيل بسادة بتكلم الحق، بس في نقطة حضرتك أثرتها بالنسبة للباشمهندس مايكل منير. مايكل منير عندما تحدث عن الفتاة العاهرة التي